الرحمة والغفران إلى الكابتن رسول الإنسانية مثل ما قال الأخ جليل التميمي، إلى الكابتن مصطفى سعدون. نعزي أنفسنا كرياضيين البدائل ونعزي الرياضة في العراق، إلى الكابتن سعدون مصطفى سعدون. هذا أقل ما نقدمه إلى الكابتن مصطفى سعدون. إن شاء الله هناك أكو مبادرة راح يصير فريق باسم الكابتن مصطفى سعدون يشارك في كل المحافل الرياضية في قضاء البدائل، وأنا إن شاء الله سأكون الراعي الرسمي لهذا الفريق احتراما وإجلالا إلى الكابتن مصطفى سعدون. الرحمة والغفران، وشكرا إلى الحاضرين، وشكرا إلى اللاعبين الذين أتوا من مدينة الصدر، وشكرا إلى فريق التعويم، وشكرا إلى الجمهور الذي حضر لهذه المباراة. رحمة والغفران إلى الكابتن مصطفى سعدون، وشكرا لكم. أخوكم حسين المدائن، أقل ما قدم إلى الأخ والمرحوم مصطفى سعدون. شكرا للكابتن المدائن. والآن الكلمة المسؤول النشاط الرياضي الكابتن والأستاذ عادل الفار. أحب أمسع الحضور، نشكر السيد سلام المخاطي حضور هذا الكرنفال على روح الشهيد المرحوم مصطفى سعدون، كذلك نشكر الأستاذ المدائني على حضور هذا الكرنفال. نعزي نفسنا وكل رياضيين المدائن ورياضي العراق بوفاة المرحوم مصطفى سعدون رسول الإنسانية. طبعا أكو كلمة جدا يعني أحب أن أحكيها، اللي هي أنه الإنسان لا يقاس بعمر ولا بمنصب ولا بجاه، الإنسان يقاس بقلب. والكابتن مصطفى سعدون أثبت للجميع أنه رسول الإنسانية بقلبه ومساعدة الفقراء. لاحظنا أنه في كل بيت عراقي فقير بسيط هناك عزاء للكابتن مصطفى سعدون. نحب نوصل رسالة للجميع أنه كن عندك مخافة رب العالمين، وانظر للناس مثل ما تنظر لعائلتك، رب العالمين يوفقك. هذا الكل اللي عندنا، والرحمة والغفران للشهيد المرحوم مصطفى سعدون. شكرا لحضوركم. شكرا للكابتن عادل على هذه الكلمات، شكرا للمداني على كلماته القيمة، شكرا لهذه الوجوه المتواجدة هنا في أرضية الملعب، شكرا لكل من حضر، شكرا للقناة الناقلة الجميلة العدسة الرائعة لعندليب الملاعب وفاكهة الجماهير الكابتن نهاد السفاح على هذه التغطية الإعلامية. لا نقول شيئا وإلا القليل بحق الكابتن مصطفى سعدون. والآن كلمة جميلة وحزينة ولشيء لهذا الحارس الجميل ولرسول الإنسان الكابتن مصطفى سعدون. الآن الكابتن الموال مصطفى الدراجي. حياك الله. جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية نعزي أنفسنا ونعزي الكادر الرياضي جميعا، ونعزي كذلك الأمة الإسلامية بوفاة الحارس الخلوق مصطفى سعدون، والتعزية كذلك باستشهاد كوكب من أبناء منطقتنا في مستشفى ابن الخطيب. أنشدتم أن نبتدي فاسمعونا صلاة تليق بمحمد وآل محمد. ونسلي أنا جفون اللي نحبهم، جفون اللي نحبهم. ونسلي أنا وعم بالدار كانوا، وانسلينا جفونا اللي نحبهم، وانسلينا وهم بالدار جانا. نقول اعزام
واصطفيت بعد ربعك وصحبانك نجدون. اش عجب شخصك بعد ما مر علينا خوقنا يا مثل شلال وفاضل دميع وتبدم ديني. عليك عيون نصب مثل شلال وبعد فرقاك بعد فرقاك بعد فرقاك يتمت المدينة. هذا خامس يوم عن بيتك بعيد وظلم بيتك نور وجهك عنا غاب. شلون حالك خويا هم قاضي هنوح؟ والله لو سعيد بغربتك جو التراب. ربعك يقولون مصطفى يتمتنا بغيبتك هاي الحنين وفرح ما شفنا فقط لوعه وعذاب. يتمتنا بغيبتك هاي الحنين وفرح ما شفنا فقط نوعه وعذاب. فارقونه 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 هي شين المقبرة والوريد لازم سره فوق ليم غسيل اشوفه الشباب مهدرة. يضحك الموت علينا يضحك الموت يضحك الموت علينا يضحك الموت. من نطاب الأرض النجف والقلب شامي والجن شامي بس غير تحكي عن أهل الكرامة. يلا اختم يا هل نقف وقفة إجلال وإكبار إلى المرحوم مصطفى سعدون وإلى ضحايا مستشفى مدينة ابن الخطيب بغراءة سورة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. أحسنت يا مصطفى الدراجي. نعم هو فارقنا في الجسم والجسد ولكن روحه متواجدة في عيون كل الحاضرين في عيون هؤلاء الرياضيين الجميلين الذين يتواجدون هنا أمام عيني موجود. نعم في عدسة الجميلة للسفاح التي نقلت من أول لحظات وفاة المرحوم مصطفى سعدون لحد هذه اللحظة هي تقوم كل يوم بنشراتها الإخبارية وصفحتها وقربها بنقل عن روح المرحوم مصطفى سعدون. كل الشكر والتقدير لكل من حضر كل الشكر والتقدير لكل من تواجد هنا لإحياء كرنفال عن روح المرحوم الكابتن مصطفى سعدون. والآن وبعد قليل ستبدأ المباراة الاستعراضية وبصوت زميلي العزيز الكابتن عدنان البرشلوني التوفيق للكابتن عدنان ولكل الأخوة الحاضرين.